اهلا وسهلا بيك في السادسه، وشكرا على مشاركتك معانا على شاشه النادي الاهلي. شكرا شكرا جزيلا، الشرف لي. مش عارف انت شفت الاهداف اللي احنا عرضناها دلوقتي ولا لا، بس طبعا كلها اهداف مميزه جدا واكيد رجعت لك ذكريات كتير، بس خليني يعني اشيد بالهدف الاخير لانه هدف صعب جدا جدا ورائع جدا الحقيقه. كل الناس وهي بتتابع الويلكم كليب يعني كلها استمتعت بمجموعه الاهداف اللي احنا عرضناها لك دلوقتي. شكرا جزيلا. هي ليست فقط ذكريات وإنما أرجعتموني لأيام حديثة، أنا سعيد بهذه الأيام. طبعا خليني أبدأ معاك، هو الهدف ده اللي كنت بتكلم عليه الحقيقة، هدف صعب جدا، زاوية صعبة جدا، تسديدة رائعة حقيقة، يمكن ويعني يمكن أكتر حاجة لفتت نظري إنك أنت كمان يعني بتجيد التسديد بقدميك اليمين والشمال بنفس الجودة وبنفس السنس، ودي حاجة نادرا ما بنشوفها دلوقتي. نعم نعم هذه حقيقة. أنا كان لدي فرصة حينما كنت شابا أن ألعب على الجانب الأيمن وأن ألعب برجلي اليسرى وأن ألعب على الجانب الأيسر أيضا، فاعتدت على التسديد بكلتا القدمين. نعم هذا ليس سهلا وهذا نادرا فعلا، ولكن إذا أردت أن تلعب في البريمير ليج يجب أن تكون لائقا ومناسبا لمثل هذه المحافل. صحيح. خليني أبدأ معك بالميركاتو قبل ما أتكلم على انطلاقة البطولة وبداية استمتاعنا بالدوري الأهم والأقوى على مستوى العالم، خليني أكلمك على الميركاتو، سواء الأسماء أو أهم الأسماء اللي رحلت أو أهم الأسماء اللي تم التعاقد معها وانتدابها في صفوف الأندية الإنجليزية. وهبدأ الحقيقة بنجم إنجلترا ونجم توتنهام السابق هاري كين، طبعا اللي انتقل لصفوف البايرن ميونخ. إزاي شفت الصفقة وإيه هو مدى توقعك لنجاح كين في البوندسليجا مع العملاق البافاري؟ هو أفضل مهاجم في الدوري الإنجليزي بالفعل بكل تأكيد. البطولة خسرت هاري كين، هو أراد أن يجرب شيئا جديدا، تجربة جديدة، وبايرن ميونخ هو نادي كبير، فريق ضخم جدا، فاز ويفوز ببطولات مختلفة، وهذا جيد لهاري كين. من الجيد أن ينتقل لنادي كبير، وهذا يعتبر تطوير لمستوى أو تطور في مسيرة ومستوى هاري كين. ما كان ينقص هاري كين هو الفوز بالألقاب والفوز بالبطولات. يمكن عدد كبير من اللاعبين في إنجلترا وفي أندية كبيرة يمكن يكون أهمهم أو أبرزهم ليفربول وتشيلسي، عدد كبير من الأسماء رحلت للدوري السعودي لأندية مختلفة، يعني منهم على سبيل المثال فيرمينيو، ساديو ماني طبعا هو جاي من بايرن ميونخ لكن كان واحد من نجوم البريمير ليج، فابينيو، نجولو كانتي، كاليدو كوليبالي وغيرهم من الاسماء. ازاي شفت تاثير رحيل العدد ده من اللاعبين على الدوري الانجليزي وايه توقعاتك للاسماء دي في اول موسم ليهم في الدوري السعودي؟ اللاعبون الذين رحلوا هم لاعبون مهمون، لاعبون دوليون، قضوا مدة طويلة في الدوري الإنجليزي وتركوا علامة مؤثرة في الدوري الإنجليزي، وخصوصا أعتقد أن ما قاموا به في الدوري الإنجليزي كان نجاحا، ولكن إذا كان الأمر أن يذهبوا فأعتقد أن هذا كان لدواعي مالية، هم ينظرون لمصلحة عائلتهم. فالدوري السعودي الآن هو دور مذهل، الآن قاموا باستقدامات كبيرة، أعتقد أنهم يعملون على إسعاد جماهيرهم وينافسون الدوريات الكبرى خصوصا البريمير ليج الآن. وما رأينا الآن من استخدامات، فإنهم يسعون لذلك عن طريق استخدام أكبر اللاعبين في العالم، واللاعب يقرر أين سيذهب، وهذا بالطبع قبل انتهاء فترة الانتقالات.